مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدد جديد من فكره سامي فهري. شكر خاص للفرقه الموسيقيه، فرقه المايسترو خالد بن عيسى، فرقه مزيكا، وتحيه خاصه موسيقيه عملناها لروح الفنانه القديره في ذكرى وفاتها الفنانه ذكرى محمد. احلى تحيه لاحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. ضيوفنا ليله مروه العقربي، الكاتب الصحفي حسام بن عثمان، أمل علام محمد بوستة، الممثل القدير هشام رستم، والفنانة واكتشاف اليوم ملك عويش. مشاهدة طيبة للجميع. إعلامي كاتب صحفي مثير للجدل بحب كبير، نستقبله حسام بن عثمان. بسم الله، بسم الله أخويا هاني، مرحبا بيك. لماذا دخلت علينا ملثما؟ ملثم يا أخي، يا أخي لتحية الكورونا. الكورونا تلك، أفضل اللهم صل على النبي، الشباب الشبيبة عندك كذا، يعني لابسين الكمامات. أنا قلت لتحيتهم يعني نلبس لهم التلثيمة. عندك اعتراض؟ هاتوا النحاة. هاي ما عندي حتى اعتراض، خذ خذ راحتك حبيبي. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ تليفونك. حد شيء تليفونك. ما هذا يا هذا؟ مصر مزغن. كلمه 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 كلمه. آه ألو. لا كلمه. ما اختفش، ما اختفش. شو يحب عندك؟ منصف أكيد راهو تلقي عنده حاجة من الحاجات. كلمه كلمه. راهو المنصف، منصف تعرف شو معناه مكالمة منصف؟ ما هي منصف يشدك ساعة ونحن يعني نجموا نعملوا برنامج يعني. هاو هاو فلا سيرش ما سيرش كلمو. هاو حم كلم. ها جاي أخي في الأعراض، إيش مش نعمل؟ هاي جيبو. أيوه. الحمد لله أنه منصف المزغني. أي صديقنا أخونا المنصف، وأنا حبيبي أيضا يعني. وكان ضيفنا، عملنا معه حصة كبيرة برشا. وكانت لذيذة يا أخي ومشرقة بما يسمى المنصف. إيش نيته؟ ألو. أي اسمعني سي بريد. بي سكرته؟ ما سكرتوش انا راهو هدو عندي، هدو نخبيه لك. استناني هن نعمل الضربه هذه ونزيد نثبته فيها. خبيه خبيه. تجيش تخبيه وتخليه عندك يا ودي. عندك 94 ميساج غوسو. ايه. ما تقراش ميساجاتك؟ اطلاقا. يا ودي نستعمل هذاك الو الو اكثر من الو الو، ما نستعملوش حاجه اخرى. فهمتني؟ ريتو كيف انه كل واحد دوبل بيس. اي دوبل بيس، ما نسيتش نعمل بيس هكا هو انا. اي مبروك عليك البرنامج الجديد، احنا الكل في الكل. الله يبارك في سيادتك يا اخي، بارك الله فيك. مبروك على المشاهدين التوانس، نتبعوا فيك وفرحانين ربي انك تجلس معناتها في هذا البرنامج ونستمتع معاك بخصاماتك بروحك الخفيفه. والله يا هدود اختنا معناها مروه الرمضاني فكرت فيا بارك الله فيها، ويعني عرضت علي ان اكون مشاركا معهم، وقالت لي باش تقدم الاضافه، وانا يعني ان شاء الله نقدم الاضافه بالشكل معناها المرجو والمطلوب، واللي يعني 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 يسعد ينخفوا شويه على الناس. اي اما تتساءل تقول انا كاتب صحفي، كتبت كتب، انا اصنف من النخبه المثقفه. هذا برنامج ترفيهي، هذا برنامج خفيف، هذا برنامج لطيف لذيذ. انا موجود في البرامج الدسمه. تو حبت يعني من الاول حبت تبدا لي يعني مشاكل كبيره. شنو معناها؟ يعني انا بالنسبه لي راه لا اميز كثيرا بين مستويات العمل الثقافي. الكل في الكل عمل ثقافي؟ ديما عمل ثقافي. ليس عمل ثقافي. انت تتصور، عندك فهم، انت راقي ياسر العمل الثقافي. هو عمل ترفيهي.
يا ودي عمل ثقافي ترفيهي ماهوش يعني. اسمعني ترفيهي ترفيهي مش ثقافي يا هادي يا اخوي. انا اشتغلت يعني رئيس قسم اكثر من قسم ثقافي في الجرائد والمجلات التونسيه، ومسكت برئيس تحرير مجله الحياه الثقافيه واعرف الساحه الثقافيه واعرف عن ماذا اتكلم. وتحب انت الواحد يا اخوي، انا الخطاب متاعي والنوع متاعي ماهوش يعني فدوا منها المنابر الثقافية المغلقة على جماعتهم. فما منابر ثقافية عالية في تونس، ولكن يعني تعيش العزلة والاحتكار والغيبوبة. تحب نسمينك؟ سميني من بيت الحكمة. هكا فيها حكماء قاعدين محكمين وقاعدين يعرفوا الحكمة، ولا مرة استدعونا إلى بيت الحكمة يعملوا في حكمة بلا حكمة. ترى فاش يعملوا؟ وأنا كاتب تونسي معروف في الشرقي والغربي وكذا، وعندي منجزات يعني حقيقية، ولا مرة الحكمة قالوا خل ثبتوا هل هذا عنده قليلا من الحكمة. إيه لكن وقت اللي يشوفوك، وقت اللي يشوفوك مع نجلة ومع شبيها نجلة. أخي أنت تصور نجلة يعني أقل قيمة من مبارك الأخرين في الساعة الثقافية. كي يشوفوك مع نجلة ما مش عايتولك البيت الحكمة يا ولدي. نجلة ضاعت الحكمة يا عايش خويا، ضاعت الحكمة يا ولدي. لا ضاعت الحكمة لا ذا. أنتم تعتبروا أنتم عندكم ثنائيات يعني يا أسود يا أبيض. في ناس فيهم بركة ربي يا أخي. لا مش يا أسود يا أبيض، يا أزرق يا أبيض. يا أزرق يا يا أخي، والأخرى تلبس الأزرق وتها أختنا جميلة شبيه هوني حلوة يا أخي. أنت زميل نجلة؟ ويشرفني ذلك. كان قبلتني نجلة وبركة الله في نجلة. شبيها نجلة يا ولد؟ نجلة مطربة على الأقل، عندها شوية مواهب. مش مطربة نجلة، دي مغنية فنانة استعراضية يعني، وانسانة لائقة ومحترمة وكذا. وشبه أخي أنت تصور فك الساحة المطربية أو الفنية أو يعني ما شئت وقل عنها ما شئت يعني. الأخرين يعني يتميزون كثيرا عن النجلة أو عن أساور أو عن حنان الشقراني أو عن قدور، واللي عن محمد العربي المازني، واللي عن أخونا الآخر فيصل. يا أخي أنا والناس كنا نشبه لبعضنا في البلاد ذي يعني السخيفة اللي تشبهنا زاد. ايش بيه؟ ايش نو؟ ما هو فما مستويات. انا يعني مستويات البلاد هذه فيها مستويات، هذه فيها كان الانحطاط والذي بلا قاع. شنو هي مستويات؟ شنو المستويات اللي تشوفيهم؟ فما نخبة مثقفة. لا لا فما نخبة مثقفة، فما نخبة، اسمعني عايش خويا عايش خويا. فما نخبة متحيلة. ذكرتك بالكتابة الحكمة، نذكرك الآن المكتبة الوطنية. إيه؟ المكتبة الوطنية. شو عندك تقول عليها المكتبة الوطنية؟ تعرفها؟ نعرفها. تحب نقول لك ولا يخلي المرة أخرى؟ ليه قل لي؟ رجاء بن سلامة الكاتبة المثقفة الدكتورة لها باع وذراع. رجاء بن سلامة أختنا وكذا وكذا. يعني عينت على المكتبة الوطنية في عهد الباجي، وهذا خلاها لنا الباجي. اسمعني، تجيب واحد روائي زعمة روائي بين 20 فر ليبي خونا زاد أيضا محمد عبد العظيم الهون. لأن تشتغل عنده في منبر الأوان بالدولار والدرحة. يا أخي أنت بدك اشتغلت بالدولار يا أخي. عيب نشتغل فيه هذايا مالشنا. مالشنا وحبيب حاسدهم حاسدهم ملاليه يأكلوا وحدهم. شبينا نحن مالكوش معاك يا أخي. هرونا يا أخي، فقرونا شنية. ما تعيش تستخدمها الخدمة ذيك، خدمة الأوان. خلينا من الأوان. جابت رجل روائي بعمر كتب رواية، جابوه وجابوا حمادي صمود وجابوا على المجيد الشرفي معاه، ونحن بعمرنا ما عتبنا هذه بيت الحكم. طب مش ظلم هذايا؟ تحكينا على أساور ونجلة، شو هذا؟ رجع لي كاسي بالماء برسمي. لا لا يا ودي، رجع لي كاسي بالماء. شيحت لي ريقي مباشرة للشرب هذايا الماء. لا خاف لا تعجل الوضوء به بشفاء. الله ينورك. خلي غادي اطلبوا تو نجيبوا به، اطلبوا تو نجيبوا. اخي انت خايف على روحك من الماء. انا خايف به. لا مش هم اليوم. لا ماهيش حكيتها. انا راح نقول لك الساحه الثقافيه ساحه مريضه ورديئه. قديش ساهمت ومتعفره؟ انت قديش ساهمت في مرض الساحه الثقافيه؟ قديش انت ساهمت؟ انا بصراحه الساحه الثقافيه لا ساهمت ولا اوردت معايا مؤسسات. انا بالنسبه لي اللي ساهمت به هنا موجود. حياه الثقافيه، مجله الحياه الثقافيه كانت مجله يعني مضطربه في الصدور، دوبجيت انا رجعت تصدر شهريا. خرجت منها 100 عدد، دخلت عليها هنايا فيها 60 عدد عمرها واش 22 عام. وانا في
خلال 10 سنوات أخرجت منها 100 عدد، 100 عدد كل شهر عدد. قديش بلغت من العمر؟ بلغت من العمر 63 هاني تلفح في 62 ايه 62 كم 63 يعني فيفري القادم ان شاء انت الله. برج شنو؟ انا برج الدلو. انت من مشاهير برج الدلو؟ مشاهير ما عادش انا تعتبر مشاهير برج الدلو؟ برا برا فوضويين شويه برج الدلو؟ برج الدلو يعني انا نحبه في برج الدلو مش لانه يعني ما لانه لانه برج احبه لانه شهر 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 فيفري شهر عسله فيه 28 يوم وساعات فيه 29 مره كل اربع سنين ويعني لا يرهق الاخرين مش كما جان في طويل وركيك ومش كما مارس ممتد وما كمارس يا حبيبي فهمني اذا فيفري يعني مختزل طول الشهور باحساسها اسمعني حبيبي انا مره جتني قناه اذاعه اسمها اي اف ام في بدايتها قالوا لي عندنا دور الشيطان تقبلوش احنا نخدم دور الشيطان في الاذاعه تسمع فيها قلت لهم نخدم انا دور الشيطان اخي اصبحتم كلكم ملائكه اذا قلت لهم نخدم كان كلكم ملائكه في البلاد هذه تلوجوا على الشيطان ملكتوا الشيطان احسن بروح من الشعب يا اخي انا خدمها وخدمت يعني ثلاث اشهر شيطان في دور الشيطان الديابلو وعلاش قبلت باش تخدم دور الشيطان؟ يا اخي قلت ناس الملائكة مسكينات في حاجة الشيطان يا حبيبي حرام حبا في المال يا ودي احتراما للتوازن الاجتماعي شنو حبا في المال؟ يا ودي لا يعطوني شيطان يعطوني ملاك ملاك ما خدمتهاش الحقيقة ملاك ماكش صادق لا ملاك البلاد مكتظة بالملائكة هكا مسكت هاني تتلفت له تلقاه ملاك فهمتني؟ ايوه فما شغول قليل يعني في خدمة الشرطة يعني شو نعمل ضربت 3 أشهر فقط مش برشا. عم حسن أباب باش نمشيو إلى أول فقرة في البرنامج. هي فقرة الباباراتزي. نمشيو إلى فقرة الباباراتزي. باباراتزي مرحبا. عسلامة هادي. مرحبا يا حسن. يا مرحبا يا عم حسن. مش كبير برشا نجم نقول حسن نجم يا اخويا تنجم تعمل اللي تحب خليه شيخ حسن أباب قبل الثورة نعم قبل الثورة يظهر لي كبر ما عادش يسمع بالكدا صحيح هك رجال والله العظيم هك طلعت انا في بالي بيك يعني احمق شوية وابله طلعت يعني تفهم هيا تبارك الله عليك هيا تيش خليهم من بعد الكلمتين هذو من توا قلتهم من بعد شنو باش تقول توا لا يهمك توا يجي ما يليق بكامل الكلام تفضل قبل الثوره لحظه فما برشا ضيوف يجوا خايفين منه هل يخيفك هذا الشخص هذا المقنع راجل يضيف يعجبني انا اخذ لك الكرافات نتاعو وكذا وكالدنيا وكذا كان يزيد ينزعلنا شوية يعني لقينا خلني نشوفه المناظر الجميلة بالمناظر لقينا خلينا نشوفه أسرارك أسراري الوقت شوف فيهم أسراري شنان بيه قبل الثورة يا حسن اتكلمت بين أصحابك على نظام بن علي على غير عادتك مانيش بشو نقوله مناظر نجم نقوله نظام تاع قهاوي من وقتها خذيت قرار باش ما عادش تنقد نظام بن علي ولا حتى تتكلم عليه شنو اللي صار يا حسن يا ودي نخدم انا في جريده النظام جريده الصحافه من مؤسسه سنيبل بريس ما شنو تنقد النظام يعني تعلمنا التريزه على قاعده يعني تعلمنا كيف نكتب الايحاء ونكتب بالتلميح للبهائم الو لكن شنو صار لك كيف جبت نظام بن علي؟ شنو صار لي؟ ما صار لي حتى شيء شنو؟ نذكرك أنا بحكاية الدوش؟ دوش هذي تو خلنا تبتو فيه يبدو أنه هذا عنده ملفات خلت رتبوا الماي العالق بدل ما عندهم ملفات طلع يعرف طلع يعرف هو طلع يعرف هو شبد لي على الدوش وما الدوش الدوش شنو حكايته نحن استنى فما دوش اي فما دوش دوش خفيف
كنا نقعد في اسباس بوعبينة، فضاء بوعبينة مع أخونا هشام غشام الله يرحمه وينعم، مجموعة من الفنانين والتشكيليين، فنانين تشكيليين والمطربين والمطربين، ساحة ثقافية متنوعة وفيها من كل الألوان. وذيك الساحة الثقافية الحقيقية وهي فضاء قدم خدم موسيقيين نسمي له عقل بغير، وفضاء قدم يعني قدم خدمات عظيمة. عاد ممكن أنا فلت مرة يعني وكذا جمح بي الكلام، مك تعرف كيفاش فيه معك الكلام يا ستار استر، تكلمت هيك معناها يعني هزيت ونفضت، هزيت ونفضت. إيه تخمرت قليلا تجاه السيد الرئيس. وكنت في وعيك؟ يعني نقول لك تخمرت تقول لي كنت في بيه. وعيك. اوكي واضح 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 تخمرت. تخمرت نعم. إيه ما كي تخمرت انا يعني معناها الامور توصل في 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 لحظتها. ايه نحن عندنا أمن وعندنا نظام، وهذه الاسباس بوعبينة في ريد مارساي في تنبك معناها واحد قريب جيران نحن والداخلية، وعلاقتنا زادت بالداخلية راهو الثقافة والداخلية والكتاب والبوليسية وجماعة كل يعني تلموا لنفس الساحة ونعرفوا نفس الوجوه. يا أخي نهارتها أنا ما مشيت بتاكسي، يعني المرأة نبهت علي قالت لي ما عرفتش الكهرباء كي تمشي للبلايص هذه، اذا خليت الكهرباء في الدار وخذيت التاكسي. كي رجعت مروح خذيت التاكسي ايضا في الرومبوان تاع جهه رياض الاندلس وانا مروح للغزال، وقفونا الحرس الحرس الوطني قريت وين شنو ندير شنو هات اوراقك. قلت له ما عنديش اوراق وانا عندي اوراق لكن ما نحبش نعطي اوراق. اي بني قلت لك يعني مجموح قليلا يعني في حال جموح. قال لي كيفاش ما عندكش اوراقك يعني وهك يبدو انه لسانك يعني متعثر قليلا، ذهل لي يعني امورك مريقله. قلت له اش معنى اموري محترمه؟ قال لي ها احنا نحترمه. هزوني زوز حرس من الكرسي نتاع الواحد ووضعوني في الطريق وقال صاحبه جيب، وجابوا لي يعني بدون ما بدون ما فشتان احنا راه وانا لابس بلوزون كبير. ايه ودوشوني ورجعوني هزوني رجعوني للكرسي نتاعي قالوا اكمل وصلوا للدار. وكو هذا هو اللي تم. بارك الله فيك يا باباراتزي، هكا عندك راتزي بالقدا انت. صح الدوش يا سي حسن. لينا حيك ان شاء الله يعني من ريخويا فيه، ان شاء الله يدوشوا لك هكا بالصابون انت. ليه هاولا جتني الفوق الفوق. في ديسمبر 2015 كنت خارج من تونس باش تمشي تحضر مراسم تسليم جائزة نوبل السلام معززا مكرما. كنت فرحان وشيخ انك باش تكون في البعثة هذه، غير انك اول ما وصلت للمطار وعطيت باسبور لك لمكتب الحدود والاجانب يقع ايقافك وتتهنت قدام الناس اللي كنت معاهم ويتم التحقيق معاك. اي اخويا تبارك الله عليك، ماش كنت تخدم الجهات اللي تخدمها يبدو لي يعني جهات تفهم جيدا. هو ما 2014 ولي اخر 2014 ولي 2015 والله نسيت انا التاريخ ندقوا فيه، اما الواقع صحيح الواقع صحيح. من جهه ماذا؟ ماني مشيت انا مع الاذاعه اللي كنت حكيت لك عليها اخر اخر دور اي اف ام اي اف ام بارك الله فيهم، هزتنا الاذاعه نحن الوفد الاعلامي الوحيد الى يعني النرويج وصلوا لاستلام للمواكبة استلام جائزة نوبل للأداب اللي خذها الرباعي لها الراعي الحوار لتحمل العام التونسي للشغل والمحامين ورابط حقوق الإنسان ولوتيكا العرف. ونحن مشينا وأنا كنت موجود هناك وأنا اللي عملت البث الأول المباشر. حصيلو كي جينا خارجين عندي قضية أنا نساها، عندي قضية نساها محكوم فيها بثلاث شهور حبس. يا أخي البوليسيه معناها في نتاع المطار الناس من ارقى الناس، وكان الساعه يعني فجر، ورئيس المركز بارك الله في سيادته طلب النيابه العموميه وقال لهم راهو الحاله هكا وهكا وهكا اش نعملوا له السيد هذا؟ قالوا له يتعهد يعني انه سوى وضعيته بعد ما يخرج ويرجع. وانا علاقتي في الامور هذه نظيفه مع النظام يعني من بن علي حتى غضب على النظام، عندي غضب مستحيل أنا نسب بن علي ولغيره في البلدان الآخرين. أنا عندي حاجة نقولها هنا نكتبها هنا في كتاب ولي في رواية ولي في كذا. بأمري ما ألتجأ للأجنبي لكي أشتم يعني ما يحدث في تونس، تسمع فيا؟ وذهبت إلى هناك عدنا أسبوع ورجعت، ومن بعد يعني نسيت الحكاية، ومن بعد شدوني الحرس على الموضوع نفسه
داوشوا لك مره اخرى؟ لا لا حرس نتاع يعني لا 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 قالوا لي اش هي الحكايه تضربوا في الواحد قالوا لي 3 شهور ضياك ما نحيتهمش. قلت لهم والله يعني في بالي تنحوا وحدهم يعني فاتوا 10 سنين في بالي تنحوا. لا قالوا لي لازم تمشي تعمل كذا كذا كذا. وش هم سببهم هم 3 شهور؟ والله ما نحبش نحكي. هذه حركه الساحه الثقافيه بدون ما هي عركة ساحة ثقافية يتحكم عليك فيها بالسجن؟ عركة ساحة ثقافية فيها البونية والخنيفي. ألو أنت عنيف؟ أنا أتريانا ساعات يتدربوا إيش أنا؟ أنت عنيف؟ يا ودي ندفع لروحي. واحد يدفع لروحه يا أخي ما لازم يتعلم الدفاع عن نفسه. ساحة الثقافية ساحة الوحوش. أنت ما تعرفش هذي ولدي واللي يستفردوا به يأكلوا قلبه. ضربت بالبونية؟ هذه شو تو يعني مانيش بطل الحقيقه يعني مانيش محمد علي كراي. تونا الواحد كيما قلت لك يدافع على روحه يعني اذا كان اضطر يعني باش يدافع على روحه يدافع على روحه. ومشي والمحكمه حكمت ضدك وقعد الحكم. تي ماني ما حضرتش في حكم غيابي. تي يا بابا رازي يا اخي انت رجل رديء. تعال تعمل فيها هكا هي تفضل عندك شي سؤال اخر. تو انت عامل فيها مستفز وخبيث وتحب شريان شبوك فيلم يعني هكا للتلفزة. ايه صحيت اكتفى. لكن من المفروض العركة هذه تنسيت. اه؟ نورمالمون تنسيها العركة. تنسيها العركة. دي دوبا دوبا من اللي صلحت هالحكاية هذه انت ما عندهاش عام ونص تو. كي تقابلته في شارع مارسيليا من فترة مش بعيدة، علاش تعمدت تهينه؟ شكون؟ الشخص اللي في مخك. يا ودي محمد اسبوعي عرضني دوبا خرج من الحبس هو شدوه نهارين. شدوه على قضية مانيش متبعها وفجأة لقيته قدامي. شنو قلت له؟ وأنا كنت مع محمد الهادي الوسلاتي خوة محمد الهادي الوسلاتي المشرف على الصفحات الثقافية متاع جريدة الشعب. إيش قلت له؟ قلت له محمد يعني قوم جاحب يقعد هو. قلت له قوم فما كورونا وفما واحد وعمل زكاة ومديته ما كتب الله. 5000 هكا مدور على مسمحك الخمسة آلاف اش تعجبني. وشكر هكا 2000 هذوك مدموجين مع بعضهم اللي جابوهم من الله يهلك من اللي جابهم. تفضل. بديت له 5000؟ انت مازال بسيطة شوية الحكاية يا ودي تو شنو هكا؟ بديت له وقلت له هذايا مبروك خروجك من الحبس. أحييك. قديش قلب؟ ها؟ أنت تحييني وأنا أقول لك قديش قلبك أكحل. وقت اللي كان عمرك 20 سنة. عشت قصة حب لكن وصلتك للحبس. عندك الجرأة تحكينا على حبيبة القلب اللي خليت الباقة تهزك مباشرة للحبس خاطر ما قبلتش تاخوها. تي حكاية متاع صغرى يا اخي انت احكيها لنا نحبوا نعرفوا صغرك. خلصني نحكيها لك بالخلاص تدفع لي اموال تو نحكيها لك. الو باباراتزي وفقير الحال يعني مسكين. ليه غني؟ يا دفعنا ما نحكي. بكم تبيعوها؟ والله يا اخي انا 5000 انا والسوق تهات ال5000 انا والسوق انا والاسعار في السوق هذيك تسوى يعني معنا القصص هذيا معنا تو نحكيها. انا نعرف الاجابه ونعرف كل شيء ما نسحقش نشريها. اي خلاص ما نقلب الصحن. احكيها للجمهور. شو عليها نحكي للجمهور؟ مسألة بسيطة جدا يعني كيف تقع للناس تقع لبعض الناس. فما فتاة يعني معناها كذا وكذا وكذا حصير. هاي شنو؟ لماذا علاش تحكي بطريقة رديئة؟ هاي مو كذا كذا أملأ الفجوات. المفيد شدوني ومشيت للسيد يعني رئيس الواحد. تي ليه قبل ما يشدوك ماذا حصل؟ ما نحبش نحكي هذه بيه اوكي يعني بيه اوكي بي نتجاوزوها. رأي الوكيل الجمهوري هذاك قال لي اسمعني بعد 15 يوم كراك ايقاف وتعرفت على الحبس غادي هنا. ما شنو انا مانيش شديت الحبس انت 15 جمعتين جمعتين انت في الكراكه وتواتت هي يعني معناها اخر الاسبوع شدوني يعني نهار الجمعه ضربت الجمعة والسبت ولا حد ومن بعد حسيلو وحين يعني قابلت السيد رئيس الواحد ناكل المساجين ناس اذكياء وحكماء ويعرفوا السجون وكذا قالوا لي نصحوني قالوا لي اسمع كي توقف قدام وكيل الجمهوريه هو يسالك شنو اقول له ناخذها تدخلش في كذا كذا تو الامور يعني خذ اش بيه شنو المشكل وانا فعلا ساعتها تافه يا اخي لا عندي اموال لا عندي حد شيء وفتاه جميله حلوه يا اخي حلوه. يقول انا ناخذها يعني ومرينا معناها وكتبت عليها الصداق يعني القران
ويعني بقينا كذا يعني 4 سنوات. فدت من بعد بالأربع سنين كل حبه فيه والدنيا كل والحمد لله. ويعني وافترقنا يعني بالقانون وبالأمور يعني الحضرية المدنية الراقية. إيش بيها فيها حاجة وخارق العادة. أنا وحياة هذه كانت تسمع فيها تو. تو تعمل لي مشكلة مع زوجتي أنا تو المرأة تسمع بيها في المواضيع هذه. علاش تخاف من مرتك؟ خاف فما واحد ما يخافش من مرته واللي ما يخافش من مرته ما هوش راش. أنت كاتب شهير لو تكتب له عنوان هذا الباباراتزي. عنوان شنو؟ أي عنوان عنوان مقال الباباراتزي نقطين. باباراتزي لا يستحق. لا يستحق. لا يستحق. أنت تعتبر روحك محظوظ في هذا الزمان ولا ليه؟ يعني ما أعتبر روحي اجتهدت يعني لكي أصبح محظوظ. تولدت في البلد الصحيحة ولا تولدت في البلد الغالطة؟ تولدت في العصر الصحيح ولا تولدت في العصر الغالط؟ تولدت في البلد الصحيحة، في القرية الصحيحة، في العائلة الصحيحة، وفي الوقت الصحيح. وأنا نحمد ربي على معناه حياتي مش سهلة بالكل، معناه بالكل حياتي صعبة جدا صعبة، ولكن أستمتع بصعوبتها أحيانا. به شوف لأنه حياتك صعبة خلنا نمشي إلى أول مراحلها ونحكيه في الطفولة. يا أخي هذه على كيفك تفضل. علاش تحسسني وكأنك يا ودي الطفولة يا ودي تينا الطفولة ما نحبش نتذكرها. ماني قلت لك الطفولة يعني عشت حياة قاسية مش سهلة الدنيا عندي هنا. الدنيا هذه معناها ما وراء ولكن نحمد رب. ما وراء هذا الشخص العظيم؟ شنو هي شخص عظيم يا أخوة؟ فما حكايات. العظيم عندنا نحن في تونس مشتقة من العظمة من البيضة. عظيم ماذا؟ هذه البلاد متاع عظمة وعظماء. ابن خلدون ابو القاسم الشابي قعد ابو خلدون وابو القاسم. انا ابو القاسم الشابي قلت كان فات عمره 25 عام ما ماتش. راهو في شارع بورقيبه يعطوه بالكفره والندري يعملوا له هكا يطردوه. مال ولد احمد صاحبي وكنا نعيشوا مع بعضنا. ولد احمد اسم يعني عالي وخارق من العاده وشاعر كبير. خي تصور كيفاش كانوا يعملوه انت في البلاد. قدروا قدروا حتى انت اسكت خلي 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 شنو قدروا يا ودي لا قدر لا عندك قدر في البلاد هذه موك. شوف نحكيك نكته والله ماذا بيا. 86 انا تعديت امام المحكمه اول مره واخر مره في تاريخ تونس يحاكم كاتب على كتابي. الكتاب الكل ما كانوش حاكموهم. انا الكاتب الوحيد في تونس منذ خلقت تونس وسكنها البشر الى الان الكاتب الوحيد الذي حكم كتابه. عباس يفقد الصواب وا يعني صدر عليه اثر مش مش نهار اللي داخلين المحكمة هذا نحن في 2006 2006 المحكمة كانت في حالة طوارئ. وأنا جاوني برشا محامين. جاوني في ذلك الوقت 33 محامي من كبار المحامين. كبار المحامين الشفي منصور الشفي العميد أحمد نجيب الشابي يعني فاضل الغدامشي الله يرحمه ينعمه هو كمان تولى يعني التنسيق. ونحن داخلين أنا عندي الدعوة داخلين في المحكمة الابتدائية. المحكمة الابتدائية كلها يعسوا عليها. في الباب يعرض لي الحرس البوليس قال لي تفضل. قلت له بلا أنا عندي دعوة باش عندي قضية. تفضل قال لي أولا يا أحمد ورايا عنده سيرفيت شادة السيرفيت. أحمد طويل هكا ويلبس كرافات ديما حمراء أنيق ولد أحمد ضيف الحقيقة. قالوا تفضل. قالوا كاتب. ولد احمد مو شدك الوحده ذيك. قالوا كاتب. واخطا الخطوه الاولى كما دوب عتب دوب عتب. قالوا الحرس قال له انت كاتب محامي تفضل ادخل. تفضل ولد احمد. قال له انا مش كاتب محامي انا كاتب كتب. قالوا شنو؟ قال له كاتب كتب. اخرج نا 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 اتسمعوني كاتب كتب. قالوا يخرج قال حاسيله تو تفهم فيها هذا هو شيء حمسني باش نمشيو نقعدوا على كرسي الطفوله. حسام بن عثمان أباب. هذا كرسي الطفوله. طفولتك في كلمه كيف كانت؟ كانت شقيه
شقية مش بمعنى البؤس، يعني شقية بمعنى أنا فاهم في لتات وكذا. عشت في قرية يعني نحبها، قرية السقالبة من 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 معتمدية منزلتني، تبدأ منزلتني كيلومتر كهو. نحن نتكلم في السقالبة بالقاء، في منزلتني نتكلم بالقاف، وأنا مرتي تميمية الحقيقة، وأنا وين نسخ نتكلم بالقاء، هذيك هو لساني يعني معناها تفورم يعني تنمت على القاء، وأنا تسعدني القاء متاع السقالبة متاعنا. عصامي، عصامي جدا، عصامي يعني ولا جيبين العصاب. اي تفضل، مسموح لي نسالك على مستواك التعليمي؟ تسال اللي تحب. حتى انا جاوب اللي نحبه. حتى لوين قاري؟ ما نقولكش هذه، ما نقولها لكش، نحب التجربه تو كي كان قلتها. انا وعريت روحي في كل شيء، ما عادش فما سر وكمون، انا نستحفظ به للفضوليين والحشريين واللي كذا كذا. هل جاء الوقت باش نحيو الحشريه في الموضوع هذا؟ ما عنديش مشكله، شنو يصلوا فيها وين قاري تاهم مسكينات اصحاب الشهادات العليا. عندنا 177 الف دكتور دوله في حالة عطانا العلامة. هذا اجرام النظام التربوي التونسي واللي تحلتوا على الشهادة كسيادتك. تفضل باهي، باش تقعد تصيح عليا برشا؟ مش برشا، باهي اطمئن. في الطفولة ساعات نوري نصرخ نبكي لك. ما عندكش باك؟ هاني باش نبدا نمشي وهابط بشوي بشوي. مانيش حم نقول لك على هذا الموضوع. يقال انه مستواك التعليمي السادسة ابتدائي. ما قلت لك المرة الأخرى، يعني اللي خذيها في سنوات 71 معناها جماعة الجينيراسيون تاعي و72، كانت اللي ياخذ السيزيام يخرج في الجريدة بالسوري وبالعربي، في لابريس، في البليتو، في لوتون، في الصباح. يعني أنا هذه تجربة كيما فما حاجات هكايا معناها يعني تقول أنت يعني حصى المخلات، حجرة المخلات، تجربة. أنا نعرف الأشياء هذه، القضايا هذه تثير وتسيل لعاب الآخرين، إذا أتركها لأسيل بها لعاب الآخرين. أنت مستواك سادسة ابتدائي. إيه يعني إيش معنى؟ هي تطعن في ماذا يعني؟ إيش معنى؟ إيش تحب تقول؟ إيه؟ إيش معنى؟ لا شهادة لك. إيش بي يعني ابن خلدون متاعكم واللي الجاهل عنده سيزياماني بريمير؟ أنا مستوى تعليمي أكثر من الجاهل، وأكثر من ابن خلدون، وأكثر من الشاب. قريب شوية لطه الحد. أخجلتم تواضعنا. يا شنو أخذي؟ هذا هو المعقول؟ هذا أنت تقيس فيه على دولة الاستقلال؟ أنا رفضها ورفض تعليمها. تعرفش هذا؟ عمرك 12 سنة ترفض؟ عندك؟ طبعا عمري 12 سنة وأرفض. ملي لا؟ لم تكن ترفض، كنت مكش باهي في القراية. مش باهي لأنه كل معلمين من أتعس ما يمكن. حاب نقول لك هكا. التلميذ الكسول هو الذي يرمي اللوم على المعلم. يودي نحن ما مازلنا متخلفين. التلميذ في المدارس الحقيقية المدنية متاع الحضارة هو الذي يقيم المعلم، مثل ما يقيمه المعلم هو يعطي نوت للمعلم. نحن عندنا معلمين ساعات يعني تقول شنو هذا؟ راهو التعليم هذا مهمة مقدسة ونبيلة وخارقة العادة ومخترة برشا. والأساتذة اللي قريت عندهم ما نحبش نذكرهم أنا توا. أما هم معروفين في مازلت ميم وكذا وكذا والأمور المراقل. أي تفضل تعد. كنت فاشل في الدراسة. يا ودي ولتو أنا ماني قلت لك راني أنا شوف. أنا الدراسة أدرس بمزاجي. أدرس دراسة استثناء وخارق العادة. وتعطي نتائج مذهلة. تشرع للكسل. لا لا مش أشرع للكسل، وشرع لمراجعة الناس أذهانهم التافهة. الراكدة. معناتها اللي خذوا شهائد كلهم مسكينات يا كناس. أنا نذكر لك 177 ألف 177 ألف يودي حاجة من وراء العقل. المسكين اللي ما عندوش شهادة. تلواش عم بيها الشهادة في العالم هذا؟ وش هي الشهادة؟ شهادة يودي نحن معناها النظام التربوي متاعنا أصبح يعني يعطي في الشهادة كهو. اللي تلفت له عليه الشهادة الدكتور هذا قلت تعرف 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 يعني أنا أرفضهم. أنا أرفض هذا. ماشي. خرجت من مكتب بكري؟ دخلت معترك الحياة؟ يا ودي اللي يخرج من مكتب بكري هذا إذا صح كلامك، تعرف شو يحدث له؟ يحدث له حياته دائما تكون امتحانات متواصلة. لا ينام باطمئنان، ما يظليش يقول هاو عندي شهادة ونتبند على الناس، لا لا، كل يوم أنت أمام امتحان، كل يوم. وهذا بصراحة وأنا خدمت في الإعلام يعني كنت 30 ولا أكثر من 30 عام.
متواصلة يعني فهمتني، أنا نحصل في شهريتي لقمة عيش من الإعلام يعني هذا ما لا لا الإعلام ما فيش لعبة وما عندكش بيش تقولها كذا متخرج من نيويورك ولي من 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 من, من جامعة المستنصرية في العراق واللي من جامعة يعني سوريا واللي كذا كذا. الإعلام يوميا تبرهن على قدراتك ومعارفك وماذا استوعبت من الدنيا. سي حسن باش تفسر انه انسان ما كملش قرايته لكن حصل من الزاد المعرفي الكثير اللي خلاه يكتب كتب ويكون مرجع في كثير من الامور الادبيه. يعني انا حبيت نسفه الذين يعني تعرضوا لي يعني في بدايه حياتي المدرسيه، فما ناس تعرضوا لي وشهدوا فيها انه كذا يعني لا اصلح للقراءه، حبيت نقول لهم انا نصلح القراءه خير منكم، وهاو نتيجه ذلك شنو؟ ماشي يا اخي انا رئيس تحرير يعني في الجريده ورئيس تحرير في المجله ورئيس تحرير البر والداخل ويعني يعني مطلوب يعني ككتابات منه ومن غادي بالاورو وبالدولار وبالجنيه استرليد ما يسالش معه ما انا مقاييس في الجامعه التونسيه يعني قدموا لي اكثر من تاز نتاع مرحله ثالثه وكذا في الامه العربيه. يا اخي انت خرجت من تلقاء نفسك ولا هما سحتوك؟ ما نجاوبكش بالدقه ما نحبش نعطيه هذا ابدا. لماذا تخفيه يا ودي؟ ماني قلت لك نخدم بيه يهديك يا هدود. لماذا تخفيه حبيبي الهادي؟ نعم انا اذا كان قلت ما بتلحالي يعني ما انا شو اليوم بالعكس تكبر اسماني شيء من الاسرار والناس قلت لك تحب كذا الواحد يحافظ على سره يحافظ على سره برنامجنا فيه يحافظ على سره وعذريته. تعرف ايش ماشي معناتها لو قلتها اليوم تفقد عذريتك؟ نفقد عذريتي اللي يشتهوني فيها بعض الناس خليهم يعني يشتهوني ساعة ساعة في السوح دي بناتهم شوية لندوخهم خاطر دي كان نحكي لهم حكي كل نخاف لا يغمى عليهم السادة المشاهدين وترسينا يعني في يعني سين جيم مع المشاهدين مختر الكلام برا تفضل. خدمت برشا خدم اي نعم في جامعة الدول العربية اي نعم. شين الخدمة اللي كنت تخدم فيها؟ أول ما خدمت أنا دخلت الجامعة العربية عام 89 عام 79 دوبا جيت الجامعة. شو كنت تخدم؟ انا عامل ستاج في لي زاتونسور والالكتريسيتي والدنيا هذيك الكل وسي شادي الله يرحمه وينعمه وقف به مره الاسانسور عيطولي تدبوني لكي يطلع سي شادي اسمعني عاون استقبال اي شادي الخليبي وظيوفي عاون استقبال سي شادي يجي وانا نظلي مكرفت ومريقل وكيف الريحه والدنيا وما فماش تواليت وما فماش حاجه تدخل العمل من الساعه 7 ونص نتاع الصباح الى حدود نص 3 معناتها كنت حاجب مهمتك تحل الاسانسور وتسكر الاسانسور حاجب مرتبه اعلى اقل من الحاجب تابع عاون استقبال كنت عاون استقبال ايه ومن بعد ترقيت وليت حاج ومن بعد ترقيت دخلت للإدارة ايما استنيت ضربت ضربات اخرى قرايه واخذت دبلوم باش نحسن الشهريه فقط لا غير لا قريت يعني ما لا علم لا خذيت علم خذيت يعني معناها قريت في احد المعاهد الخاصه وخذيت يعني شهاده منه وكسكرتاري في الدكتيلو في تو فهمت تو فهمت الجمله اللي قلتها قلت انا جاي من اسفل السلم نعم نعم من بعيد من بعيد جدا من من من, من اماكن غامضه لا تخطر على البال معناتها حسن بن عثمان هذا الشخص الذي كتب الكثير من الكتب اللي احنا نعتبره كذلك من اهم الكتاب في تونس ورئيس تحرير وهو صحافي خدمته يا رئيس تحرير احكموا على نصوص الاخرين الكبارات بتاع تونس نصوصهم تجي عندي يقول هذا نص ينشا هذا لا ينشا هذا فيه خطا الفلاني هذا فيه خطا العلاني تفهم فيها وانت بدايتك تحل وتطلع في الاسانسور بالناس صحيح الحمد لله وخدمه وتشرف بها من عون استقبال من عون استقبال الحقيقة. الى رئيس تحرير اي نعم اي نعم وحتى حد ما قال لي مزيرة وحتى حد ما عمل لي عليا مزيرة مسيرة استثنائية وغريبة اي نعم اللي حركها شنو؟ كنت طموح أكثر من اللازم؟ اللي حركها الوجيعة، اللي حركها الظلم، اللي حركها الشيء هذا أنا ما شنو هذا؟ شبيه الأمور هكذا في البلاد؟ ولذلك يجب واحد يجتهد كنت فقير؟ يعني مش يعني شنو فقير؟ فقير يعني أنا دخلت تونس العاصمة يعني ما عنديش عشان خدمت المرميات خدمت في أي مكان يعني به نبدل الكرسي هذا كيف تحب يا اخي نقعد على كرسي الصحافه وعندي كرسي الحب وهذا انا اكثر مستوي ماذا بيا نحب على حياه مستوي نتكى فيه برس سمك عمل لي سوق هذا به ولا ليه؟ ياسر مش به به ما كرسي الصحافه احسن شويه من هذا كرسي الصحافه مع حسن بن عثمان
كهربا تمشي كهربا تجي. ترجع لنا الجولف 7 المرة هذه سومها 92 مليون و 980. الكهربا هذه تنجم تكون من نصيبك، سهل برشا، تبعث لنا حرف A على الرقم 85 810، A على الرقم 85 810. حظ سعيد للجميع. حسن بن عثمان المتهم بتشويه سمعة المثقف في تونس. وك السمعة يعني باهي تهم متشنج، تهم لا أتبرأ منها. سريع الانفعال، سريع الانفعال، دائم الصراخ، ودائم الصراخ، وضايق روحي لهني، مشدني من خشمي تطلع روحي، فهمني؟ هذه نتيجة شنو؟ نتيجة العوج المتراكم والرديئة في يعني معناها المعجشة في البلاد. علاش سوداوي النظرة؟ علاش ما تراش حاجة؟ يعني سوداوي النظرة، أموري مريقلة، وكان جيت سوداوي النظرة جيتك بالنظارات السوداء. لبس هذه مانيش معقد نفسانيا. معقد، كل واحد عنده شويه عقد. انا فرحان بعقدي، ساعه ساعه نكبسها، ساعه ساعه نرخف. مشيت برا لطبيب نفسي شخصيا معناها انا نو. اما نعرف الاطباء النفسيين، ونعرف منوبه بالقدا بالقدا بالقدا. عملت برشا تلافز، تقريبا كل التلافز. اي تقريبا. ما تداوم في حد شيء. شنو؟ ما تداومش. ما تداومش. مشكلة والله مشكلة. شو نقول لك يا أخي؟ مرة هو ساعات مني ساعات منهم حقيقة. أكثر مرات منك أنت. تي ماني يا أخي نقلق. قلقي؟ نقلق برشا. في 10 سنين تعمل في نفس العمل. بدل. لكن الرداء المتراكمة يوما في يوما في يوما. اللي عملته البارح تعمله غدوة، اللي عملته غدوة تعمله بعد غدوة، اتسيترا اتسيترا. غير. غير يا ودي. اجتهد يا ودي. هنا اجتهد. عندنا تشينا ماذا بينا ندفن الناس. اجتهد. اللي يتحط في بلاصه ادفنوا وانساه وكاو. انت دفنت روحك، انت عاجز على التطور، انت واقف في مكانك. واقف في مكاني يا ودي. في عمري 60 عام دولي مكانك، انا مكانك نتاعك. ناس في عمر 70 و80 ويكتبوا ويتجدوا يا خويا، ويتطوروا يعملوا اللي يحبوا. هو رئيس امريكا فوق 70، الباجي قال السبسي ضربها وهو في 90. انا ما نحبش، وانا ما نحبش الرئاسه، وما نحبش القياده. وبالنسبه لي واحد عنده مشروع. اسمعني خويا، انت تموت على الرئاسه. والله لا. انت تموت على القياده. لا لا. انت تموت على المناصب. والله لو كان والله الكرسي لا. هذا كرسي السلطه لكنت مرتاح على الاخر. والله لا والله لا والله لا. انت الصحافه لا. حبيت توصلك الى سلطه. انا سلطه. لما ما وصلتكش الصحافه الى سلطه انقلبت على الجميع. لا وزير عاجبك، لا مسؤول عاجبك، لا مسؤول في مركز عاجبك. إيه؟ انت انسان. كملت الطراده نتاعك توا، كملت الطراده نتاعك. شنو اللي مسؤول عاجبني؟ انا ما نحبش. انا السلطه، انا السلطه ناخذ. انا كاتب يعني اديب، انا هذا اللي طمحت له في حياتي، وذاك هو امكانياتي. ما نحبش نتجاوز، ومعناها انجزت في هذا ما لا يخطر على بال حد ولا مرتاح. حتى كي نموت تو انا مرتاح، يعني راضيه البال وراضيه الضمير. ما عندي معناها تلافز هذه كل خدمه باش نصور تلف فلوس للمعيشه مش للثراء. والفلوس هذه نتاع اجير في الاعلام مهما كان عظمته. ايش باش ياخذ 5000 دينار 3000 4000؟ قداش تاخذ في الكل في الكل؟ 50 دينار كيما محمد بن عمار؟ وين؟ في الكل في الكل 50 دينار. ودي وين 50؟ واش خص؟ فيصل قال 50 دينار في الحصة. 50 دينار؟ بس قلت لك 50000 دينار. شنو 50؟ 50 دينار. 50 دينار ما تشربليش، ما تجيبليش حتى قهوة. قداش تخلص؟ أنا 50 دينار، أنا نقول لك قداش نخلص. برا نمشي أسأل المرة رمضان. تخلص بما يليق بقيمتك؟ إيه، طريقة محترمة شديد الاحترام. وأنا أحب الاحترام. شكون يخلص أكثر، أنت ولا نجلة؟ والله لا أدري. لو نجلة تخلص أكثر منك تنزعج؟ ما ننزعج، هي مطربة فنانة مفروض تخلص أكثر مني. المطربين والفنانين وكذا أنت تشرع لهذا؟ مطربين هند الناس الجمهور يجي يدفع لها فلوس. شكون يدفع لي فلوس؟ أنت قلت أفضل من كتب. أنا أفضل من كتب؟ شكون يقراك يا ولدي؟ أفضل من كتب؟ أفضل من كتب يتتوك يشرح كلك فمك. انت افضل من كتب ان شر كويك فمك. معناتها اليوم انت استسلمت سيء. بس شلاش وين هذي حال جاني بحذاك اليوم يعني. الفنانة تخلص اكثر منك؟ تخلص شنعملها كل. انا ما عنديش مشكلة، ما هي سوق، ما قلنا سوق، سوق الفنانين يعني. خلت له هذا السوق؟ انا وكان جيت نعرف نميل ونشتح ونغني. والله انا خلت، علاش ما ندخلوش؟ كان جي عندي مواهب في ذلك. ما عنديش للأسف، ما عنديش.
ما عنديش ما نعرفش نغني وما نعرفش نشتا. يقولوا عليك مهرج إعلامي. إيه التهريج هذا مرحلة عليا. مهرج المهرج بكري باش تلقى مهرج الملك يزمك تصرف حياتك. أنت تقبلها ال... دوتي مهرج فن عسير نادر وثمين. تقبلها؟ ما هو سيدنا علي مرة جاء واحد قال له سيدنا علي بن طالب قال له أنت يعني عظيم. قال له أنا أعرف أنني أنا أعظم ما في نفسك وأقل مما تقول. علاش غمستني الغمزة الشريرة هذيك؟ ما تكونش غادي مش بعيدك لي أنا ليك. ما هو صاحبي أنت مون كومبليس أنت. إي ما من لازمني نفهمك. هاك أنت مش لازم تفهم فهم برشا مش به زاد أحيانا. كاتب كبير لا يحفظ له الجمهور العريض إلا جملة حانة ماذا أيها الأبلة. كيفاش يا حبيبي؟ ذاك هو اللي يوصل للجمهور أخي. الجمهور تو أنا بعمري ما نلوم على الناس العاديين. نحن نقول لك الساحة الثقافية الذين التي فيها ناس المفروض يعني يقرأوا. ما يقرأوش لا لبعضهم لا لكتبهم يودي ما يقرأوش. راهو ساحة كي نقول لك متعفنة ونحن هذاك عليك. هاك انت تلهي فيهم عن القراءة بالبرامج اللي تعمل فيها تو. تو هذا كلام هذا. أنا أقول لك عندي 10 مؤلفات، 10 مؤلفات يعني حقيقية ماهيش لعبة. يعني أنا نحس روحي يعني ثرثرت أكثر مما ينبغي. أنا أقسم بالله كي قامت الثورة أنا شنو في الثورة. وعشرة مؤلفات حتى شيء قدام راه الكتاب في أوروبا في أمريكا. أنت تعتبر كاتب مبتدئ 10 مؤلفات. احترم روحك. اسمعني تنشر كذا كتب في فرنسا. فرنساوي كاتب فرنساوي يعيش بهم. يظل يعيش بهم إلى أن يموت. أي فهمتني؟ مستحيل. اسمع انت عندك سوق ميت. انا كتبت معنا في الثوره بعد معنا في الثوره تونس السكرانه. تونس السكرانه في بلاد بلا بوصله حاجه من اسخط ما يمكن. لا هو الكتاب الثالث ببريك خطا التاريخ. تونس السكرانه الكتاب ماهوش باهي. اي مش باهي. لا مشارك خايف ليه فزتك انت. لا 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 مش فزدني. وزارة الثقافة ما دعمتوش. وزارة الثقافة وزارة يعني هذيك شنيعة. وزارة الثقافة حاجة من أسقط ما يمكن. لو كان كتاب باهي وزارة الثقافة كانت تبنيته كانت دعمته. وزارة الثقافة متخصصة في تدعيم الكتب الرديئة والأردة. لا لا موجودة. أنا أقول لك أنا ختمت في وزارة الثقافة 10 سنين. ما تحكيش معايا. لا لا نحكي معاك. نحكي معاك. ما تحكيش معايا. نحكي معاك ومش انت باش تجيب باش تعنفني. ما تعرفش في موضوع ما تركيش معايا. نعرف الموضوع. شو هذا؟ كيفاش الكتب اللي دعم فيهم وزاره الثقافه؟ من اسخط ما يمكن اغلبهم. لا راح نقول لك انا. وهذا كان فوت نتبع عند بن هذاك محمد زين العابدين هذاك مش بن علي. خطير الكلام هذا اللي يقول فيه. خطير انا ما يحصلش انه خطير نكذب عليك انا ولا نالف لك توا. خطير وعلى مسؤوليتك. على مسؤوليتي بل على مسؤوليتك انت. انا عندي مسؤوليه اللهم صل على النبي تنجم تهز الاشياء دي. نمشوا لغادي. صحيح مخضتني قتلتني. انت تتمخض مش تحكي غادي على الحب. يا هدهود راجل كبير وليته. والله كبير والله. ليه شباب وصفوية يا ودي ما كي نقعد مع الشباب نولي شويه شباب. مش من شباب ما نبعدوش برشا على بعضنا راه بيننا جيل واحد. باهي نجيش نعتذر نقول لك سامحني هذه انا ستين. ليه تفضل. انا اليوم فرحان انك شرفتني. بارك الله في سيادتك. به بابا نحكيو على الحب. ما تحب انت رومانسي. رومانسي شنو هو رومانسي؟ رومانسي تقول كلام باهي والهكا في الدار كان هكا بالحق. مرتك تعتبر مناضله. مناضله طبعا مره عظيمه. ايه طبعا اذا كان هكا في الدار. شو هكا يا ودي؟ يعني ما نقابل الاشتعال بسرعه شديده. وما الذي يشعل نارك في بيتك مع زوجك؟ اي حاجه معناها الحقيقه تتوقف عن موسوس. موسوس انسان موسوس. مهلوس مشكيكه. لا 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 مشكيك معناتها كل ما يحصل ينجم يكون مؤامره في الدار. مثلا الموسوس انا مثلا يعني في النظافه. اه نظري الموسوس اللي كان نلقى مثلا شعره في الطريق العام نقول له شو تعمل هذه الواه هنا الشعر مثلا مثلا. هكا انت تحمل وزر حاجات ما عندك فيها حتى دخل باش تولي. للاسف هكا كل واحد شخصي. هذا يعجل بي وفاتي. بسم الله. بالحق معناتها انت ماكش رومانسي؟ شنو هي رومانسي؟ رومانسي تعرف تقول كلام باهي وتهدي ورده في عيد الحب. تخرج انت ومرتك في هذا السن تمشيو تعملوا عشاء باهي. تتفرجوا في فيلم رومانسي. تحكي وتسمع اغنيه عاطفيه لعبد الوهاب لعبد الحليم. نسمع وحدنا كل واحد يسمع عاطفيته مع عبد الحليم وحده.
انا هاللي اسمعني ما نحبش التوزيخ ياسر والتزربي بنحبها بزافة بزافة بهدوء بهدوء. شنو هذه الرومانسية؟ قتلتونا بالرومانسية. خنت زوجتك ولا ليه؟ هذا توجه لزوجي ما توجهش لي. لا ليك انت. لا خنت شنو خنت؟ ما نخنوش نحن ما نخنوش نحن ناس نظاف وامورنا عفيفة نعملوا ضربات هكاك ونسموا بسم الله. خايب الجواب جدا. نحيه ما نحيهش ما نحيهش تناقش فيه معاه. يا تورطني مع سيدة زوجي وما تحبش المواضيع هذه يهديك. ما شو يا اخي لا ما هو فماش هذا شو خون زوج خون زوجي راهم قطعوا لي راسي انا ما اخون حتى شيء كفيتني ويرحم والدي والسلام عليكم. واللي تبلع في الكلام واللي ما عادش تعرف نبلع ونغص واموري مريكلة. انت مع زوجتك قصة حبها؟ حب يعني مش قيس ولا الحقيقة مال عقل. يا ودي جت ظروف يلزمني نتزوج. يلزمك تتزوج تو شنو تو تي باهي 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 يلزمك تتزوج. تزوجت تزوجت لا حب لا حتى شيء. نحبوا بعضنا وفما يا ودي انت غريب الاطوار. الزواج راهو انت غريب الاطوار اعلى 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 مما تصورون حب يعني في تضامن في رفقة في عشرة في رحمة في شيء يعني هو اعلى من الحب. ولذلك انا هذاك هو يعني بالمعروف بالمعروف عاشرهن بالمعروف او فارقهن بالمعروف. انا بالمعروف بالمعروف اموري جيده والحمد لله. انا محسوب تو انا والمراه قرب بعضنا في العمر هي 56 ولا كذا. ربي يفضلكم لبعض. الله ينورك. وعايشين وراضين وهايلين نلقوا ايقاع مع بعضنا خارق العاده. 32 سنه عرس. 32 سنه عرس وبارك الله في سيدتها. لولا هي الحقيقه راني برشا حاجات ما عملتهمش قسما بالله. هي بارك الله في سيرتك. فهمتك يعني طولت بالها عليا طولت بالها عليا طولت بالها معناها سخيه معايا معناها ما 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 تشدنيش ما تخنقنيش معناها فهمتني. الساحه الثقافيه والساحه الاعلاميه لها سلوكيات معينه وما تنجمش بالضروره تروح لبيتك ساعات في اوقات معلومه. ما احوجنا ربي يخليك الى فسحه مرح اخيرا كملوا بها الحوار. ايوه اللي هي حديث قهاوي. ما فهمتش انا لو سانك اليوم في الشهر مدخل 3000 فرنك. يا انت غالب عارف شنو باش نعملوا يا اخي؟ باش نسكرها القهوه دي معناتها. عندنا زوز سكر. اي زوز اي من بعد. زوز ونص الونجي. اش فما زاد اش فما اش فما يا ولدي لاديسيون يا ولدي لا حول. ما تقوليش الفيكس جينا. مخلص دنيتك وامورك واضحه وكل شيء. يا بسم الله. اهلا وسهلا. حللت اهلا ونزلت سهلا. عرفت شكون؟ يا مرحبا يا مرحبا. عرفتوا؟ خويا وليد صديق انا بصراحه يعجبني الكرسي هذا لو كان تشرفنا وتنورنا لهنا. مرحبا بك. والله يا اخي عايشك هكا تحس وهذا مرتاح اكثر واسهل ليز. انا اثق في مقترحاتك. شكرا. تفضل سي حسن. تفضل سي حسن. صراحه انا يعجبني هنقولها له في وجهك. عرفته؟ شنو هو هكا توا؟ شكون باش يكون؟ وهل يخفى الخمر؟ اشكون؟ اكبر ممثل كوميدي في تونس. بعد اقسم بالله بعد نصر الدين بن مختار الله يرحمه ويجيه يضحكني. عنده نكت مش نورمال. شنو نكت يا بنتي؟ هذاك سي حسن الكاتب. هذاك ما تفهمش. هذاك الكاتب العظيم سي حسن بن عثمان. ما عادش تكلم اسكت. سي حسن عرفت القهوه متاعي معناتها هكا لقيتها مرتاحه. بربي ساعه تجبدي في نصر الدين بن مختار الواه. ليه هو انتم اثبت تشابه بيناتكم في الضحك والضمار. الله يرحمه وينام كان فلته الله يرحمه. حاجه من الشغل. انا سخني يا بنتي يا بنتي بربي تو شنو جيت حمش بقاوة حب تفديني. سامحني يا سي حسن. انا باش نوفر لك الظروف اللي هذا باش تكتب ما كاتب ولا لا. او باش نحط لك شويه ظروف ملائمه وشويه موسيقى اكتب على روحك. هيا بار باش نحط لك شويه موسيقى اكتب على روحك. باهي 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 بربي لحظه سكت سكت عارفي سكت سكت شو سكت هاني سكت هاني هذايا معناها انت تو تحبوا في الهدوء هذايا. ايه انا نعرف جو تحب القريحه هكا تجي واللي يكتب. ايه مالا شنو؟ ها باش نعطيك فنه. قص يا بنتي شبيك ما تفهمش يا بنتي. هذه الرخامه تو تجيك الرخامه تو تفهم معاك. شبيك فيها سي حسن شبيك فيها شبيك فيها شبيك فيها شبيك فيها
يا بنتي ما تفهمش، السيد راهو كيحط له توفر له الظروف يكتب حسب الحاله النفسيه. هذا يسكي يكتب حسب الحاله النفسيه. وش هي الكيسان هذا نتاع الف هذا مش نتاع عشره؟ ما هو يززيه وذوما. هاشو يززيه ريتيني بغل انا هنا تحترم يجيب حاجه ويهز عليا. ممنوع يا سي حسن، خاطر ممنوع يا سي حسن. ليش يكتب؟ شنو كاتب؟ شنو كاتب كبير؟ كتب كتاب على ما نعلمه. كتب كتاب سماه تونس السكران. الله اعلم صحات ولا ما زلت. عمل برنامج سماه يمين يسار. هذا حسب الحاله النفسيه. هذه عم نعملها كتيب، عم نعملها يعني كتيب حرز حرز باش ما عادوش ياخذوها بالعين. صحيح. اسمع انا تعرف علاش نحبوا سي حسن؟ تبارك الله عليه، كرونيكور من بلاتو لبلاتو يتخاطفوا فيه ما شاء الله، كل بلاصه يمشي لها يعمل فيها البوز. هذا يقول يشعل الغاز مش يعمل البوز. بالك شي نكذب انا؟ كيفاش راه النهار كلهم شنح؟ لا لا يا بنتي سيد تعرف علاش؟ على خاطر هكا عنده كلمته حاضره وطبيعي، انسان طبيعي يتكلم يعيط. اه اسافوار هذه اسماء قهوه تطيح القدر ولا شنو؟ لا 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 قهوه الشوك هذه اللي جي تو هكا تو يعجبكش تو هكا تو وريته كيفاش؟ انا بصراحه 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 انا راه في البلاتوات النهار كل يختلف من شخص لشخص. شو يختلف؟ تو كيما تحط بجنبه زوز جميلات هكا حسناوات ودنيا وكل كي سما يهبطوه ما يقول لهم حتى شيء. واحد راجل يتكلم في البلاتو اكل مره كريني كير كح شنو فيه؟ تكح يا اخي وتكح على بلاد واحنا في كحه وتزيد تكح علينا وغادر المكان وهذا انا السبب شنو حد اما كي تحط معاها فسطخة هكا ودنيا وكل هذاك خاطر لا لا هذاك خاطر كل واحد يستاهل هذاك جري يعطيه شربه الجيش شنو هو؟ انا ثبت فيك انا الجميلات دائما يعني معناها استلطفهن عفيف ويعني دائما يعني احاول ان اكون في مستوى جمالهن عفيف يا اروى انت رائعه اعتذر عن كلامهن سلامهن شكرا لكم اي حبيبي ما تعرفش كيفاش انا باش نطردك انا تو انت طردت اي نعم باش نطردك باش نطردك سامحني يا اخي اسلوبي اي اسلوبي كيسر ابله يا عارفي شنو هو؟ شنو هو؟ شنو هو؟ شنو هو؟ أنا مش متقلق، هاي تسيب فركك علي أنا ما تقلقتش، أنت متقلق حلوة. خاطرك ليونات خويا خمس أيام دخل 3000 فرنك أنا. سامحني وسامحني باش نطردها ما عادش حاجتي أنا ما عادش حاجتي. تو نهز الزهر عندني أنا وين عندنا بلايص أخرى. تو نبدل المكان. شو بقاها في بلاصة أخرى سي حسن. فين حيك يا أرو؟ حبيبي سيسي روحك ورد بالك ها. وعارف اش تخرج من فمك راهو مش باهيلك احيانا يعني اخرب كليونج يعني فهلقاهم نتاعك انا بعث لك ناس اخرين تقعد فيهم معاك يا شيخ واحنا وين التليفون عندك مالك مريك انا باش نغادر باش نغادر تونس انا باش نغادر تونس شبنا انا ما عادش فيه والله لطيف انت لطيف لين حيك هذو نشكرك سي حسن فما كتاب قاعد يحضر ولا لا؟ أنا الحقيقة إن شاء الله ربي يعني هز نتاعو يا رب ليه عاد؟ والله 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 ليه عاد؟ قسما بالله ليه؟ يا ودي ما تعرفش معنى كتاب يعني تضرب عامين ولا عام ونص وأنت ما تخرجش من الدار وتستنى يعني راهو كتاب بالحرف بالحرف بالكلمة نعرف. بالكلمة بالفاصل بالنكتة كتاب يعني وأنا بصراحة أنا نحس روحي كبرت وأشوف براسك ما عنديش عمر طاقة أنا عملت اللي يعني في كنت في كنت تتوى تتوى تنجم تكتب وتوى عندك خبرة وعندك لا لا حبيبي تو استمتع قليلا احيانا بالقراءة واتذوق ونظل يعني اتبع في خوت الساح ونشوف شنو الجديد فيها انا نقراهم الكل من البيا القصوري الى ندرشكوني الى ندرشنون اللي يهبط في الساحة التونسية كأنه مسؤوليتي الأخلاقية على هذه الساحة وإذا شفت نص يعني ما أنا فيه شيء يعني ضاوي أنا أنتصر له اي ما وكي نشوف يعني شنو نحبوك تكتب راهو ماشي كي تكتب ليش تكتب. الكاتب خلق ليكتب مره الله يرحمه محمود المسعدي ايه هذا تلقاه في كتاب عمران اللي معناها جمعوا محمود ترشونه يقول محمود المسعدي في احد فقرات يقول يعني يسالونني حين يعرضونني في الجلسات والحفلات والملتقيات يسالوني ما هو جديدك سي محمود ساعات عنده ثلاثه كتب يقول يا أخي هم قرأوا قديمي ليسألوا عن جديدي يا ودي نحن بربي هذه خلي الأمور هكا ويرحم والديك ما نختموهاش هكا الله يفرحك باش تحب نختموها؟ نختموها يا أخي والله وكان جيت يعني في نحن الكل راهو هبطنا نشطحوا والسلام عليكم
في الموضوع علاش لا. انا هوني تو انا مستحفظ تو انا حنان شكراني تشطح في بلاصتي وتزغلت في بلاصتي وتضحك في مكاني وبارك الله في حنان ربي خلاه. الحقيقه يعني قايمت لي بالمهمة العسيره لا ما نجمش يعني كي يدخلوا هما انا اغبيتهم على قدره والبدن السمح وكذا واش تحملي حط بارك الله على جماعتي ايضا في الكل في الكل لا. ولكن انا ما نجمش ما عنديش الحقيقه المواهب هذه الحقيقه ولكن استمتع بمواهب الاخرين. خليك انت ترقصنا بشكل اخر فكريا على الاقل. ينحي لي خويا الغالي. نشكرك برشا حسن العظيم. سعدت برشا يا حبيبي. الليلة نحكيه على قصة نجاح حكاية عمرها 33 سنة من عام 1987 والقصة بدأت حكاية سر الحكارات والبنة وفينت الكوجينة وريحة الماكلة اللبنينة. مش نحكيه على توما دو كارتاج اللي هي من منتوجات شركة الفلاح الموجودة في الوطن القبلي تحديدا تاكلسا. منتوجات مخدومة بأيدي تونسية وبخبرة سنوات في معمل مزود بأحدث المعدات وبمواصفات عالمية. شيء اللي يخلي الطماطم تتمتع بطعم بنين برشا من غير قروسية. منتوجات كارتاج متنوعة وتتمتع بجودة عالية كما طماطم دوبل كونسونتري، صوص طماط بالثوم، صوص طماط بالثوم والحبق، صوص البيتزا، الهروس، سلطة مشوية. ونزيدوكم اللي كارتاج تويتكم بأحسن معجون، معجون الفريز، معجون المشماش، معجون السفرجل ومعجون الكرموس. منتوجات تومادو كارتاج اللي يعرفوها ما يبدلوهاش واللي ما يعرفوهاش وقيت باش يجربوها مع تومادو كارتاج الماكلة يديت والبنة حكارات. صحيح البنة يديت أما التصنيف يقعد سر وحكارات وحرة البارح واليوم بتومات كونسنتري دو كارتاج تجمعهم البنة تومات دو كارتاج الماكلة يديت والبنة حكارات. ترحيب خاص بالشيف رامي عرفاوي. بارك الله فيك. مرحبا. الشيف بتاعنا وليد الزين. مرحبا. شيف شو محضر لنا؟ بالنسبة اليوم عنا فندق الغلة عنا تومات كارتاج اللي هي لقيت راحتي معها بالكدا بالكدا اللي ما فيهاش قروسيه واللي هي تساعدني بالكدا باش انا نجم نعطي كاليتي باهيه للكليون. باه نبداو؟ نبداو يلا. دونك نذكروا اللي احنا باش نعملوا فندق الغلة. فندق الغلة فوالا. ديجا تنجم تشوف اللون نتاعها ياسر مزيان على الاخر. ليه شوف شيف. تفضل. ريحه فريشكه. فوالا. ديجا ريحتها بنينه برشا حتى هكا وما فيهاش برشا سيدويتي ماهيش حامضه جمله واللون شاف نحسه احمر معناه يشهي معناه اللون نتاعها اللي هو معناتها مختار كيما نقولوا طماطم بالكعبه من المنتج المستهلك تجي حاجه باهيه هاي ليس دونك نبداو اول حاجه نعملوا شويه زيت زيتونه وتحطوا شويه بصل فوالا نحن باش ناخذوا زوز مغارف ماكسيموم زوز مغارف ونص فوالا زاد نستعملوا شويه هروس كما تشوفوا تنجم تشم ريحته زاد هذا يتاكل من غير ما تحط يتاكل وحده ولا تنجم تزيد عليه شويه زيت زيتونه وديريكت تفاو كملت هنا لهنا كملت جوس نحطوا لها شويه حبق اها لافونتاج في طومات كارتاج ما عندكش كان طومات كونسونطري فما طومات تاع البيتزا وفما زاده الهروس وفما طومات اللي تشوفوا فيها لهنا صوص دو طومات بالبازيليك والثوم الحبق فوالا وعندنا زاده الهريسه هريسه التينه هريسه البحر احلى زاده كيف كيف وبيان سور زاده عندنا المعجون لي كونفيتور حتى الحكار نتاع السكر نتاعهم راهو باهي برشا ولهنا تو جوست نحطوا الصوص ونحطوا في الفرن يقعد ساعه على 120 درجه فوالا زاد عملنا ديسير بالكونفيتور تاع الفريز الكريم فوتي حاضره تقاوها حاضره مع بسكوي هكايا معناها كوكاسي وتعمل ديكوش فريز كريم فوتي بسكوي ونجموا نسربيوها في الافراح ولا في رمضان ولا في اي وقت معناها مناسب. شنو احوال الفرن نتاعنا؟ هذا هو فندق الغله اللي عملناه تمادو كارتاج اكزاكتومون هذا فندق العادة والعوايد هذا فندق الزمني الزمني كما يعملوه الجدود وكما يعملوه النساء الحراري تحية كبيرة وليد بزين ورامي عرفاوي تومادو كارتاج كما شعارها الماكلة يديت والبنة حكارات والبنة حكارات تحية لتومادو كارتاج وتوا يجي وقت الربح ومع تومادو كارتاج انت اللي تتفرج فينا تدخل على صفحة فيسبوك كارتاج .تينا والباج انستغرام كونسير في كارتاج بارتاجي الفيديو هذه تاقي أصحابك باش تربح عولة كاملة إنعام عولة كاملة من تومادو كارتاج وديما نقولوها لك
الماكله يديت والبنه حكرات. مرحبا بكم. صحيح البنه يديت، اما التصنيف يقعد سر وحكرات. وحره البارح واليوم بتومات كونسنتري دو كارتاج تجمعهم البنه. تومات دو كارتاج، الماكله يديت والبنه حكرات. كهرباء جولف سيت 92 مليون و 980 تنجم تكون من نصيبك. سهل برشا، خذ تليفونك ابعث لنا حرف A على الرقم 85 810، حرف A على الرقم 85 810. نرحبوا بالخبير زكريا بن جيزة، مرحبا بك. مرحبا هادي. الكهرباء نتاعنا اللي يميزها الجولف سيت نتاعنا الفينيسيون نتاعها، استعمال مواد معناها ديلة الأربعين سنة اللي هي حياتها، هي انطلقت مع 74 وديما كانت من الأولانين اللي يعتمدوا على المواد مختارينهم باش يعطيوا السلامة اللازمة، خاطر ديما شي يعملوا ديما يشوفوها في حالات ليزاكسيدون شي يعطي معناها لا قدر الله تصير مشكلة، ديما كل المواد ذوكم يكونوا في الموعد باش ما يعملوا لك حتى شيء، ما يجرحوش عبد ولا معناها ما يمسوش الأشخاص مهمين. هذاك اللي يهمنا، حكينا على السلامة، حكينا مرات قبل على ليزرباغ اللي هم متوفرين معناها 6 زرباغ. حاجة أخرى يمشيوا في السلامة زادة باغ إكزومبل عندنا لو ريتروفيزور الدخلاني جور نوي أوتوماتيك، معناها كي يضرب الضوء في التالي معناها ما يجهركش، وهذا هو حاجة مهمة برشا. بعد عندك حاجة أخرى اللي لو فخامان بيدو إلي أوتوماتيك، معناها ما عادش عندك فراما اللي تهز هكا، معناها هنا موفرين لك اللازم الكل، كل ما هو قدامك موجه، حتى ليكرون موجه للي يسوق. شوفوا معناها كيفاش يخموا انه اللي يسوق يلزموا يكون مركز على الكياس في سلامه باش يحمي العبد اللي معاه الكل. الكرام تاعها كبير ونوعيته جيده جدا. أي. معناتها بالمقارنه حتى مع كراهب اكبر منها اغلى منها، نوعيه الكرام اللي قاعد نشوف فيه نوعية جيدة جدا، والكاليتي نتاعو طيارة على الاخر. خصوصية انه الالمان كي يجيو يحطوا دي زيكران ما يبداوش من الاول كيما لعبت برشا مصنعين اخرين، اول ما تطلع التكنولوجيا يجي يحطها، اما هوش متاكد من الفاعلية نتاعها، هما ياخذوا وقتهم وبعديك شو يعملوا حتى لين يتاكدوا انه لو سيستم معناها السيستم اللي حاطينه يبدا فيابل. هذاك علاش ترى لاكاليتي هذيك. واضح. الكهرباء هذه جولف سيت سمها 92 مليون و 980 تنجم تكون من رصيبك اللي تتفرج فينا. سهل برشا، تبعث لنا حرف A على الرقم 85 810 85 810. حظ سعيد للجميع.